أحياء نهار أمس وعلى غرار بقية ولايات الوطن والأمة الإسلامية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريفة، حيث تم حضور والي ولاية الجلفة عمار علي بن ساعد على إحياء هذه المناسبة والسلطات المحلية بمسجد الرحمن بحي 5 جويلية، وحضرت قدمت الأجواء وعادت لنا بالتالي في ميكروفون للزميل رضوان غالمي. مدرسة مسجد عبد الرحمن بن عوف، القيمة النقدية 11 مليون، يتقدم بتسليمها السيد والي الولاية. ومن هذا بمناسبة هذا اليوم والاحتفال بالمولد، أشكر الله عز وجل لأني فزت بهذه المسابقة وهو حفظ القرآن مع تجويده. الاسم العيد محمد الأمين. أشكر كذلك الوالدين والطالب وكل من طالب لي وكل من ساهم في هذا النجاح. الحمد لله رب العالمين، شعور بالفرح، شعور بالفرح والفخر، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. طالب ياسم ياسين متحصل على المرتبة الثانية في المسابقة الولائية. الحمد لله الذي من الله علي أن فزت بهذه المسابقة، وهذا راجع إلى تحفيز الوالدين والأصدقاء، وهذا بفضل الله أولا، ثم بفضل شيخي الفاضل محمد بن الوالي الذي حفزني للمشاركة في هذه المسابقة. ونشكر قناة الأجواء على هذه الاستضافة الطيبة المباركة، وجزاكم الله عنا كل خير.